هسيب يلا عشان نفطر، الفطار جاهز يا حبيبي، ادخل الحمام وتعالى يلا عشان نفطر. حاضر يا مام، انا هقوم اهوت عشان اغسل سناني، وبعد ما اغسل سناني هاكل الفطار بتاعي الصحي واشرب كوباية اللبن وانزل اعمل تمارين الصباح. برافو عليك، يلا يا حبيبي. يلا يا ماما، انا داخل الحمام وغسلت سناني خلاص. حاضر يا ماما، انا هاكل اهو الفطار بتاعي. يامي 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 يا ماما، الاكل جميل جدا. لا انا وشفا يا سمب، وكمان كوبايه اللبن عجبتني قوي. الف انا وشفا يا حبيبي. ينفع بقى انزل الغابه اعمل تمارين شويه؟ ماشي يا سمب، بس هتروح بعيد عشان الضباب. حاضر يا ماما. الله يا حبيبي، مع السلامه. سلام. ايه ده الضباب؟ انتوا عايزين مني ايه يا سمب؟ ايه ده، انت عايز ايه يا ضبع؟ احنا عايزين نخطفك الصراحة عشان نعمل مقلب في ابوك الاسد سيمبا الكبير. لا طبعا انا مش هخليك تخطفني. يا ماما يا ماما، احنا لازم نعمل فيك كده عشان ما تتكلمش وحد يسمعك. يلا بينا يلا بينا على الكهف بتاعنا. لا اديني جريت وشلت الكمامه من على بق. يا حراميه، انا هجري هجري في اخر الغابه، مش هتلحقوني. ايه ده، ايه القوه اللي جابها ديك سيمبا؟ يا ترى هو بقى قوي كده ازاي؟ ايه ده ايه المفتاح اللي في الارض ده؟ يا ترى ايه المفتاح ده؟ ممكن المفتاح ده يكون بتاع كنز، ولا ممكن يكون مفتاح بيفتح الباب بتاع مغارة علي بابا، ولا هلاقي فيه باب بيفتح ولاقي فيه اثار؟ ايه ده، الله الله الله، ايه بقى الدوامة السحرية اللي بتاخدني دي؟ الدوامة السحرية، ايه ده، هو انا فين؟ ايه ده، هو انا في المدينة السحرية، مدينة بتاعت البني ادمين؟ يا خرابي يا خبر، ايه كل الناس دي؟ ده بتوع حديقة الحيوانات اللي عند البني ادمين خطفوني. انا لازم احاول اهرب بسرعة، وهرب كمان الحيوانات اللي معايا دي. وانا معايا كام حيوان؟ ادي واحد سيد قشطة، اتنين الزرافة، تلاتة الحمار الوحشي، اربعة النمر الصغنون ده، النمر الشبل ده. انا كده ههربهم ازاي؟ صحيح، انا لسه شارب كوباية لبن الصبح، لازم بقى استخدم القوة بتاعتها. مش مصدقك برضو يا شبل يا صغير، ممكن يكون دوت فخ عمك وابوك عاملينه عشان يخطفونا وياكلونا. لا طبعا يا عم الحمار الوحشي، ده انا جاي عشان احررك، عشان انا كمان دخلت وامة اللي جابتني هنا لعالم البني ادمين. انت كمان يا شبل يا صغير؟ طب لازم انا وانت نحرر باقي الحيوانات اللي معانا، ونكون اصدقاء ونعيش مع بعض طول العمر. مش هينفع يا عمو يا عمو يا مخطط انت، عشان انا لو اتأخرت على ماما هتزعقلي، وانا ما بحبش ماما تزعقلي، عشان ماما لما بتزعقلي بتخليني منزلش الغابة. تمام تمام يا شبلي يا صغير، يلا بينا يلا بينا يا شبل. اديني انا حررت سيد قشطة، وحررت كمان الزرافة. انت حررت مين؟ انا حررت نمور، عشان انا قوي كمان، انا لسه شارب كوباية لبن على الصبح. شاطر شاطر يا شبل يا صغير. ايوة كده، الباب اتفتح بضربة البعبع بتاع كوباية اللبن اللي انا شفتها الصبح. يلا بقى ههرب باقي الحيوانات اللي معايا. اطلع يا نمور يا شبلي يا صغير. انت كمان افتح للحمار الوحشي. ايه ده، انت مين؟ انت اسد؟ يما هخاف منك كده ليه؟ انا خايف منك قوي يا اسد يا صغير، انت متوحش وممكن تصطادني. احنا سيبنا لكم الغابة بتاعتكم كلها، جيت ورانا ليه؟ يا عم الحمار الوحشي، احنا طيبين، لكن عم سكار هو اللي بيصطادك. عم سكار هو اللي عمال بيصطاد في الحيوانات البريئة وبياكلها. احنا لما بنصطاد الحيوانات اللي هي الشريرة مش الطيبة.
بنصطاد الحيوانات البرية اللي هي صالحة للأكل، أما إحنا مش بنصطاد الحيوانات الطيبة الأليفة اللي معانا. الحمد لله اللي ربنا نجانا منها، ده كانوا هيبيعونا هناك، هيودونا حديقة الحيوانات عشان الناس تيجي تتفرج علينا وتقعد تأكل فينا أكل مش صحي. بجد الحمد لله اللي احنا اصلا ما رحناش هناك. ينفع بقى يا سيد قشطة انت والزرافة وعم الحمار الوحش ترجعوني البيت الغابة بتاعي؟ تمام تمام يا اسد يا صغير، يلا بينا يا سيد قشطة، يلا بينا يا صاحبي. ايه ده هو انت عارف السيد قشطة من زمان؟ ايوه طبعا يا ابني، ده احنا عارفين بعض والزرافة كمان عارفانا. طب يلا بقى رجعوني الغابة بتاعتي كلكو، واحنا في الطريق بقى نقعد نتكلم مع بعض كتير. تمام تمام يلا بينا. الحمد لله كده انا وصلت الغابة بتاعتي، هودعكوا بقى عشان انا ادخل البوابة. باي باي يا عمو سيد قشطة، باي يا عمو يا مخطط، باي يا زروفة. سلام يا سيمبا. سلام يا ترى يا اصحابي يا حلوين، سيمبا لما لقى المفتاح هيطلع مفتاح ايه بالظبط؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، واستنوا الفيديو اللي جاي عشان نعرف المفتاح اللي سيمبا لقيه دوت مفتاح ايه بالظبط. على السلامه يا حلوين. انا جوزي سكره، مناخيره مدوره، عيونه مثلثات، خدوده احمره. انا جوزي سكره، مناخيره مدورة، عيونه مثلثات، خدوده أحمرة. شوفوا شعره جميل ازاي، دايما غاسل وشه، لبسه جديد ونضيف، وده وفره قصيرة. أنا جوزي ليه ايدين، وكمان رجلين اتنين، اتنين زائد اتنين دول يبقوا أربعة. أنا جوزي سكرة، مناخيره مدورة، عيونه مثلثات، خدوده أحمرة. أنا جوزي سكرة، مناخيره مدورة، عيونه مثلثات، خدوده أحمرة. شوفوا شعره جميل ازاي، دايما غاسل وشه، لبسه جديد ونضيف، وده وفره قصيرة. أنا جوزي ليه ايدين،